كان يدخل لهم الشك وقال لي حد يغلق يتنحى هذه مع بشير بن سعيد. يعني انت انا اقولها لك بكل صراحه وتوسك لا تسمع رو بشير بن سعيد كي حطوه في البطوله هذه راح حطوه في مدفع احنا بلغه الكوره نحكيه صحيح نقولها بكل صراحه يعني الانسان كان عامين معناها موجود في المنتخب الوطني التونسي ما يلعبش حتى في ماتش ميكال في خمسه دقائق في مباراه وديه وتجيبه في تظاهره معناها قويه برشا معناها في كاس افريقيا وضد المنتخب المالي المترشح معناها بقوه وتجي تحطه معناها الانسان هذا معناها تتمنى له كل خير معناها وهي ما هي مش اي حارس معناها شجاعه تحطها في نورمال راه مش تلقى ارتباك الارتباك نتاعه حتى لو معناها شفت تونس كان ما شافوش معناها بشير بن سعيد التحرك نتاعه بالقوه الشخصيه نتاعه في يستير في اللاعبين نتاعه شافوا الغلطه اللي عملها وتصير عادي اول مباراه معناها في كاس افريقيا صار ارتباك خفيف لكن مع الحمد لله الحمد لله ما كناش عليه هدف معناها كان كناش هدف ممكن نصنفوه بالعراس الغريب ولو انه طبيعي طبيعي حارس يقبل هدف حاجه عاديه لا وحارس عادي جدا وحتى كان يغلط راه عادي جدا لازم نعطيه الثقه للحراس نتاعنا الحراس نتاعنا راه حتى اللي مشاو المنتخب الوطني التونسي سواء بن مصطفى ولا شو اسمه عبد الحسن وبغض النظر عبد الحماد اللي هو يستحق المكان نتاعه بعد الاصابه اللي صارت ورجعت ونارك على الجبل لكن بالنسبه لبن مصطفى وبالنسبه لعبد الحسن نقول لهم شدوا على ايديكم راهي هذيك الكوره راهي تكون شخصيتك قويه لازمك تتمرمد لازمك تتكربس وتطيح والدنيا هذيك هي راهو لازمك تكون انت راهو ترجع نفسك ما يرجعك حتى راهو في تونس راهو احنا راهو حراس كنا قبل وغلطنا راهو غير بالك ما فماش الانترنت راهو قبل ما فماش فيسبوك من هكا فما هذيك لا البوت وعظمه وفما اللي غلطت وانا واحد من الناس غلطنا برشا غلطات معناها نحكي حراس لكن كانت في وقتنا تو مع الانترنت والفيسبوك وتبارتاجي فيها راهو تشوف معناها عيب يعني الحراس نتاعنا دخلنا فيهم الشك عندنا حراس ممتازين ان شاء الله يرجعوا في اقرب وقت ممكن معز احسن 26 سنه في العمر نتاعه ماهوش كبير بن مصطفى سيح قدم برشا للكره القدم التونسيه وهذه رفع كارت افريقيا فهمت لازم يكون معناها المراد وبشير ودحمان للمستقبل ايضا في المنتخب ونعملوا عليهم برشا هذا يعني شو نقول لك هذوما راهو ناس راهو لازمك تحضر ديما تحضر الحارس تاع المستقبل ديما يلعب نعم سيدخل المباراه الثانيه الحمد لله معناها ما شاء الله فهمت ان شاء الله في المباراه القادمه والقويه نلقاو بشير بن سعيد صحيح هذه تعطيه الثقه لا محاله وانا نقول لك انا بكل صراحه واي حارس لو ما تكونش معناها عنده الثقه نتاعه والشخصيه والفرصه تجيها مره في الحياه ماهيش ديما بغض النظر على بن مصطفى جات الفرص عديد المرات معز احسن جات الفرص عديد المرات بكل صراحه نقول لك نعم هذايا بشير بن سعيد ولا دحمان ولا معناها على الشمال راه وقت تجيك الفرصه اللي تعض على يديك صحيح البلاصه لكن البلاصه تتفكر ما تهداش ولو انا شفنا برشا بلايص مهدات معناها في المنتخب الوطني يمكن نحكوا لها صحيح لكن في حراس المرمى يلزم نهزوا المورال نتاع الكل نتاعنا راهو نعم راهو ونصلحوا وهذيك هي الدنيا معناها مره مهزوك ومره لوطا بشير بن سعيد توا حارس المنتخب التونسي الاول في المنتخب نتمنى له كل خير نشجعوه اكيد يقفوا معاه لما في مصلحه المنتخب قبل حتى مصلحه بشير والله صدقني انا حتى زملائي هناك قطر نتمنى له كل خير هو ولا تحمان ولا يشمل ولا اي حارس مرمى خاطر هما الشكوان هذوما خاطر هو ما شارك حتى مباراه ان شاء الله في المباراه المصيريه نلقاو بشير بن سعيد نعم. هو اللي معناها يرجع المنتخب نتاعنا تونس يكون يساهم معناها ما يعمى يا خويا حتى لا قدر كان نخسروا ما ياكلش جول منه هو خرج من هناك ربي يقدر خير ان شاء الله ان شاء الله المنتخب التونسي يترشح ان شاء الله على وجهه نترشحوا ان شاء الله هو اسمه بشير ان شاء الله يكون قلبا وقالبا ولا بشرة خير ان شاء الله ويخلي الشعب سعيد ولا العاب في مسير فهمت وانا عاب في السي تي وبعد عاب في الكلوب نقولها بكل صراحه راهي فما شويه نوع من الحقره هذه نقولها لك بكل صراحه يعني اذا ما تكونش في فريق كبير معناها لازمك تلعب معناها في فريق كبير باش تمشي المنتخب ولا باش تبدا معاك ونعرف شنو اللي قاعد يصير لكن السي او تي فريق كبير كان قبل بالطبيعه فريق كبير اما ديما اللي قلت لك فريق ناسيونال ديما ينظروا لك معناها بنظره انت جاي من فريق كبير لازمك من الرباعي التقليدي معناها هو انت تو بشير بن سعيد كون نفسه بنفسه يعني انسان كان في دياب بس لعب في مسير وقدم مردود ممتاز في السوبر كوب وتحصل على الكاس وما شاء الله يقعد في مردود ممتاز والمفروض كان وقت في البطوله العربيه كان لازم يشاركوا خاطر داخل على خساره كبيره في كاس افريقيا هذاك علاش انا قلت انه قالب انا معاه لانه في فم مدفع مسكين ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله بالتوفيق ابو بكر زيتوني فقط سؤال اخير بالنسبه لظاهره تضييع ركلات الترجيح في المنتخب الوطني التونسي تعليقك
خويا شوف تو انا تو ركلات الترجيح المباراة الأولى شفت أنا الخزي معناها ضيع ضربة جزاء اللي مساكني دخل في الوقت هذاك زاد هو ضيع ضربة جزاء أنا من رأيي كنت الرامي صالح بكل صراحة نقول ذلك يعني شنو أنا معناها مولى الكرة يزم هو يشوط بينالتي وهو يشوط كوبرا وهو يشوط كورنر وهو يشوط معناها في متر وهو يمشي عادي يشوط البينالتي نتاع بن سعيد في ماتش مالي خزري كان يشد يعني أنت تشوف مثلا بكل صراحة يعني تشوف علي معلول علي معلول شو عمل مع الاهلي معناها في الفاولات وفي البينالتيات وهو يسجل صحيح يعني تحب ولا تكره معناها الانسان منتظم وكذا كان ينجم هاي روى بغض النظر وحتى اي لاعب في العالم راهو يضيع ضربة جزاء لكن عندك مايور تيرور معناها هيك علاش عندك دي مايور تيرور لازم تصنفهم مش معناها الكابيتان قائد الطائرة هو اللي يشوط الكوبرا وهو يشوط الكورنير وهو فما حاجات معناها بصراحة ولو انه معناها انت تو تسمي في الناسيونال شكون يشوط ضربة جزاء صح ولا صحيح سينومي معناها نيميرو 1 نيميرو 2 سيدي زينيه بيان سور كان احتياط صحيح ودخل شنو باش يزازيا خاطر رابحين احنا ثلاثة ولا رابحين أربعة وتعطي ضربة يا خويا هذا فريق يستاهل تصير بحق سبعة تعطي سبعة صحيح فما عندي باب في الأمور هذه نمر واحد مثلا الخضري نمر اثنين علي معلول نمر ثلاثة ماشي أنا باش نجازي لاعب مثلا باش يدخل باش يسجل هدف نعطيه ضربة جزاء معناها فهمت ماهوش فما حاجات تشوفهم علاش قلت لك اللي تشوف فما حاجات ماهيش نورمال ما تعطيش طبعا على خاطر الربح يغطي العوار أما بعد تظهر برك حاجات أخرى فهمت في لا ديسيبلين فماش هذا اللي واضح به سؤال اخير ابو بكر قبل ما نختم معك ولا الحديث شيق معك ابو بكر امين كمون معنا في البلاتو باش يطرح عليك سؤال عسلام ابو بكر مرحبا بك سلام اخويا مرحبا مرحبا جوست حبيت نسالك ما تشوفش انه ضيعنا برشا وقت من 2018 ل 2022 في البوست نتاع غارديان بوت ما تشوفش انه في اربع سنين عطينا الفرصه كان زوج حراس عملوا الغلط الكل وانا بيردي بوكو طون ما منحناش الثقه الحارس اخر باش نجموا نلقاوه ما تشوفش انه حتى روليف توا ما هيش واضحه معناتها قاعدين نكملوا في نفس الاستراتيجية الغلطه ما تشوفش انه اون غيدو مع بن سعيد ومع دحمان فما دوتر ديان جون اون انفستي فيهم ونقربوهم ليكيب ناسيونال باش ما نغلطوش الغلطه اللي غلطناها من في الكاتر معناتها الكاترون من خاطر من 2018 ل 2022 قعدنا نعاولوا كان بن مصطفى معز حسن بن مصطفى معز حسن ولا معز حسن بن مصطفى هذا هي تو الاشكال اللي قعد اللي حكينا فيه قبل حكينا حتى معناها قلت لك معناها لعبت انا في السي او تي وقلت نمشي من ليكيب ناسيونال جينيور نمشي مع سلاح الفيرسي نمشي مع ناصر شوشان مع جون فانسون جو نيروبي 86 كانوا ديما يطلعوا الحارس الصغير التروازيام تاع ليكيب ناسيونال اولمبيك ولا الجينيور يتبع يشم ليكيب ناسيونال يعرفوه تاع مستقبل فما ناس بالرغم انها كنا اماتور شكر الواعر كان الشيخ ساك وهو كان يلعب لي مثلا في الاسبوار عام كوب دي مون 90 شارك معايا لانه يعرفوا معناها شكر الواعر عنده مستقبل في حراس المرمى كانوا يشجعوا الحراس الصغار المشكل اللي عملناه احنا في تونس راه عملته الجمعيات هذه من يدخل الاحتراف انا نسميه الانحراف دخلته الجمعيات علاش الجمعيات؟ لان انت لما تشوف النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي النادي الافريقي اللي هو مدرسه تاع حراس المرمى ما عادش يكون حراس لو تشوف انت النجم الساحلي مش جبت لك انا حراس لان الجمعيات تاع تونس يحبوا على الحارس الحاضر صحيح راهو عندنا صدقني عندنا حراس او انا ندعوكم تعملوا برنامج وتعطيهم حقهم امشوا البورصه الصدريه فما دبشي في الاسبيرونس عادي صدق الدبشي صحيح هي توا وفما القروي وفما عديد الحراس وسيم متكونين في بورصه الصدريه بما ما كان فيهم عاطف الدخيل بما فيهم كان الحارس النادي الافريقي سيد الاحول هذوما راهو عندنا حراس لكن المشكل وين صبري بن حسن ايضا في وقت من الاوقات كان تتلاعب في المنتخب عندنا حراس انا كنت اتصل بيا غدوه تعطيك الاسامي نتاعهم والتكوين نتاعهم ومعناها الفيزيولوجي نتاعهم لكن المشكل نتاع الجماعات الثانيه يحبوا على حارس حاضر خلاص تعطيك حراس انت لما تشوف النادي الشخصي من اخراج عبد الواحد عدوا عديد الحراس الشخصي لكن ما عملش كاريره كبيره في عبد الواحد الوحيد اللي هو اختطف تو هو دحمان صحيح يعني شفنا ناصر البدوي صاحبي السبع وشفنا الجواشي وشفنا خالد فازر جزيري الجزيري فهمت والجواشي زعما النجم هذا الشعبي هاو تو اشرف كريم مش كان حارس ممتاز مستقبل كبير خذته النجم هذا الشعبي غلط نحاوه لما تشوف انت البديري كان في حاجه مونستيري حارس ممتاز مش النجم هذا الشعبي غلط نحاوه لما تشوف زياد الجبالي غلط نحاوه ابو بكر موضوع ذا يا شائك وموضوع طويل برشا بالنسبه لحراس المرمى
ونتصور انه في منبر اخر اكيد تكونوا معانا ونتحدثوا في الملف هذا اللي بالحق عنده منفعه كبيره للكل وتكوين نتاع الحراس بيانسور يخسلوه تفليك اتوقع في حارس المرمى راهو بيانسور عندك الترواتي وعندك التودي انت كان حاجب التودي اخويا كان موجودين برشا التودي واضح الترواتي هذا نتاع 15 سنه قدام و20 سنه قدام صحيح اللي احنا نقولوا على التوكا نتاع حراس المرمى يجينا فين ولا كيف موجودين راهو وعنا لا عنا البيبينيير متاع حراس المرمى والتقاليد ببكر متاع حراس المرمى في المنتخب وفي النوادي التونسية عنا فقط الاستراتيجية الواضحة لازم تكون موجودة يعطيك صحة على تدخل متاعك شرفنا ونستنا عبر يعيشك وتكون معنا إن شاء الله في مواعيد أخرى عبر موجات ديوانا فيم